كان ليه تصريح النهارده مهم جدا في تطور جديد الانباء التي تحدثت عن منافسه محتدمه بين ساديو ماني ومحمد صلاح. قال ساديو ماني ان منافسه صلاح لا تشغلني. اتكلم كمان عن ان الصراع اللي ما بين زميله محمد صلاح في نادي ليفربول خلال كاس الامم الافريقيه هذا الامر لا يشغله وانه حديث للصحافه فقط. وقال ماني في تصريحات للتلفزيون السنغالي ردا على سؤال بشان التنافس مع نجم منتخب مصر: صلاح يقدم اشياء عظيمه مع منتخب بلاده، لكنني لم الحظ اي صراع معه منذ وصولي لمصر. كل لاعب خلفه جماهير منتخب بلاده تسنده، لكن بالتاكيد كل واحد هيكون بيفكر في مصلحه منتخب بلده. دي كانت تصريحات لساديو ماني عن المنافسه مع صلاح عبر التلفزيون السنغالي. ايضا مدرب